الناس خلاص يعني وصلت لمرحلة الناس بقت بتخش المحلات وتخرج خالية الوفاض، ما بيشتريش بصراحة. ايه اللي هيمنع انه الاجهزة الرقابية المعنية انها تنزل بكرة الصبح يا فندم بالتعاون مع مجلس المحافظين، يعني كل محافظ في محافظته وفي نطاق اداء في نطاق صلاحياته ينزل يا فندم، ومش للاسواق المركزية اللي موجودة في عواصم المحافظات يلفوا يا فندم، وحضرتك ادرى مني يعني، ينزلوا يعملوا سبوت شيك وهكذا. اللي بيحصل صار جنونيا. زمان كنا نعرف انه من حق الدولة واجهزتها الرقابية ومن يحملون حق وسلطة الضبطية انه بينزل يطلب يشوف الفواتير بتاعت البضاعة ويشوف السعر بتاع البيع ويقارن ما بين الاتنين، فاذا لوحظ فيهم فجوة كبرى بتتحرر محاضر. بعد كده أصبح في ضبطية قضائية وفي حق التشميع وحق المصادرة وحق الإحالة للنيابة، كل ده موجود عند أجهزتنا بما فيها جهاز حماية المستهلك. طب يعني هو أنا متفق مع حضرتك، بس حضرتك خلينا نفرق ما بين حاجتين. أنا فيما يتعلق بداية من شهر مارس أنا ذكرت موضوع كتابة السعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة، لكن القرارات الصادرة في يعني يوجد بها العديد من القرارات التي تم تنفيذها بصورة فورية، وأحد أوجه تلك القرارات هي كما ذكرت حضرتك الرقابة على الأسواق على مستوى المحافظات. وزارة التموين شكلت بصورة فورية بعد صدور القرارات لجنة مركزية أو لجنة عليا على مستوى الوزارة ولجان على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية. جهاز حماية المستهلك كما ذكرت حضرتك بالفعل قام بحملات على الأسواق وسجل حوالي 7580 محضر مخالفات، منهم فقط 3225 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار. فأنا أؤكد لحضرتك إن الجهات الرقابية تقوم بتنفيذ القرارات بصورة فورية. فقط موضوع كتابة السعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة هو اللي هيبدأ من شهر مارس. كويس. لكن وهذا الأمر في حقيقة الأمر يعني تأجيله لشهر مارس كان له منطق أو حكمة معينة، وهي إعطاء فرصة للشركات للاستعداد وتوفيق أوضاعها لتنفيذ القرار. هم لا يعطوننا فرصة يا سيادة المستشار، التاجر الحكومة تعطي له الفرصة، أما التاجر فلا يعطي للمستهلك أي فرصة، لا يدع له مجالا للتنفس.